هذه القوة الهجومية للنادي الأهلي يا إبراهيم، والضغط العالي اللي بيعمله النادي الأهلي أكيد أكيد بطبيعة الحال ممكن ينتج عن ريسك بعض الفراغات الدفاعية. إزاي الأهلي بيتعامل مع هذا الأمر؟ هو الاهلي عنده مشكله رئيسيه كبيره جدا جدا، بما ان مارسيل كولر من اول يوم ليه مع النادي الاهلي بيعتمد على الضغط العكسي السريع جدا اول ما بيفقد الكره، ودي من مميزات حمدي فتحي برضو اضافه لكلام فاروق، ان اول ما بيخسر الكره بيقدر يضغط ضغط عكسي قوي جدا جدا. بس مشكله الاهلي الترحيل خط الدفاع مع خط الوسط في حاله الضغط العكسي مش ما بتمشيش بافضل شكل ممكن، بمعنى ان المفروض خط الوسط لما يطلع يضغط الضغط العكسي اول ما تفقد الكره خط الدفاع لازم يرحل وراه على طول ويضيق المساحه دي. الاهلي عنده مشكله كبيره جدا في المساحه اللي ما بين خط الوسط وخط الدفاع في حاله الضغط العكسي السريع، بيبقى اليو ديانج لوحده اللي موجود على الدايره، واوقات كمان اليو ديانج بيطلع في الضغط العكسي بتبقى في مساحه كبيره جدا جدا ما بين الخطين. لو جبنا الحالات اللي احنا محضرينها الصور، بص بص كيمو الصوره اللي معانا ايه، مساحه كبيره جدا عشان اليو ديانج طلع يضغط، مساحه كبيره جدا جدا قدام لعيبه من اول ماتش الاسماعيلي من اول الموسم عندنا المشكله دي، مساحه كبيره للعيبه الاسماعيلي ان هي تعمل تحول سريع جدا بمجرد كسر الضغط العكسي للنادي الاهلي. نجيب الحاله اللي بعديها ماتش الاسماعيلي برضو، بص مساحه، بص ديانج طلع يعمل الضغط العكسي مع لعيبه الاهلي، كان المفروض في الحاله دي دفاع الاهلي يطلع يتقدم خطوتين لحد خط النص عشان يضيق المساحه، دفاع الاهلي ما بيطلعش الخطوتين دول، بالتالي في المساحه اللي احنا معلمين عليها بالاحمر دي مساحه كبيره يتضرب فيها الاهلي بسهوله، لو الضغط العكسي بتاعه فشل يقدر اي فريق يضرب الضغط العكسي بتاعه. الحاله اللي بعديها هنلاقي ده بيتكرر، نفس الكوره برضو في ماتش الاسماعيلي اللي بعده، دي عايزه كوره تمريره تضرب الخطوط دي هنا تبقى خطر بالظبط. هنا اللي احنا اللي كنا بنتكلم عليها ال 4 1 4 1 زي ما احنا شايفين الفريق واقف الثلاثه واقفين على خط واحد الضغط العالي، دفاع الاهلي ما رحلش معاهم ان هو يطلع لقدام عشان يضيق المساحه، بقت في الزون اللي ورا دي كلها البوكيت ده كله فاضي، اي لعيب من المصري يقدر ينزل يستلم في المساحه دي يقدر يشكل خطوره جدا ويكسر ضغط الاهلي بسهوله كبيره جدا. والحاله دي اتكررت بعديها في نفس في الكوره اللي بعديها على طول نفس الحاله، لما نروح للحاله اللي بعديها لنفس الحاله لعيبه الاهلي طالعه برضو بتضغط ضغط عالي عشان تجيب الكوره بشكل سريع، في مساحه كبيره جدا ما بين خط الوسط وخط الدفاع، وهنا المصري لاعب اتنين لعيبه من المصري واقفين في الزون دي، الكوره دي كانت خطيره جدا على النادي الاهلي لان ضغط الاهلي اتكسر بيها. الكلام ده مستمر معانا في ماتشات الاهلي كلها، يعني في الكوره دي كمان اهو في ماتش المصري شوف قد ايه يا كريم المساحه اللي ورا خط الوسط، هو الدفاع مش ظاهر اصلا في اللقطه بالظبط. فالاهلي عنده مشكله كبيره جدا في ترحيل خط الدفاع مع خط الوسط، بيبقى في حالات اليو ديانج واقف لوحده بيبقى حواليه مساحه ناحيه اليمين وناحيه الشمال، وفي اوقات تانية اليو ديانج كمان بيطلع في الضغط العكسي عشان يحاول يجيب الكوره، فبيبقى في مساحه كبيره جدا، فدي اللي هتواجه مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي في ماتش الزمالك لو فضلت المساحه دي موجوده، لان سيف الدين الجزيري كمهاجم بيقدر ينزل يستلم في المساحه دي يقدر يسبب خطوره للاهلي، لان هينزل معاه مدافع من مدافعين الاهلي عشان يسد الفراغ دون، فهيسيب فراغ اخر في الدفاع فهتبقى مشكله كبيره جدا. في اكتر من سيف الجزيري زيزو ويوسف اسامه نبيه وامام عاشور ولاعيبه كتير جدا، فدي نقطه ضعف كبيره عند النادي الاهلي اتضرب منها الاهلي في اكتر من كره وسببت خطوره كبيره على النادي الاهلي بسبب المساحه ما بين الخطين في الترحيل ما بين لعيبه.